مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل. اليوم مش نحكيه على خبر مؤسف، خبر مس التوانسة وخبر مس الإعلاميين والصحة الإعلامية. وفاة الإعلامي المتميز نبيل بن زكري يوم أمس، حيث توفي يوم أمس الثلاثاء 6 جوان 2023 الإعلام بإذاعة الوطنية نبيل بن زكري أثر تعرضه لأزمة صحية، وفق ما أعلنه المكلف بإعلام بالإذاعة الوطنية إلياس جراية. وكان بن زكري قد تم نقله في الأواني الأخيرة إلى المستشفى الرابطة، ومنها إلى معهد الوطني منجي بن حميدة للأمراض الأعصاب، وذلك للتلقي المزيد من العلاج. إلا أنه فارق الحياة يوم الثلاثاء 6 جوان 2023. فرحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وننعى كافة أسرته